من أخطر الحاجات المشهورة على السوشيال ميديا هي طبعاً الجروبس، جروبس الشغل، جروب الماميز أو جروب الشلة والمدرسة وكمان الجامعة. ولكن يا ترى كم حد فينا فكر ان هو يستغل الجروبس دي في ان هو يعمل بيها عمل خير مستمر، عمل يفيد ناس كتير ويكون ليه دور مهم في الخدمه المجتمعيه؟ ضيفتنا النهارده قررت انها تعمل ده عن طريق طبعا جروب خريجي المدرسه اللي كانت فيها، ومنورانا في الاستوديو النهارده المهندسه دعاء طاهر، مؤسسه جروب خريجي مدارس الراهبات والرهبان. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك مدام. اهلا بيكي. اول حاجه عايزين نتعرف عليكي اكتر ونعرف ايه هو فكره الجروب بتاعك. أنا دعاء طاهر، مهندسة ديكور، وبشتغل في أحد الجهات الحكومية في اسكندرية، وخريجة أحد مدارس الراهبات، هي فرانسيسكان الإبراهيمية. والفكرة الحقيقة كانت من 2017 إن احنا يعني نضم كل خريجي مدارس دي، ولاد وبنات، راهبات ورهبان، في تجمع واحد. والتجمع ده من خلاله ان احنا نقدر نخدم المجتمع ونعمل بقى اكتيفيتي ثقافيه وتبادل طلابي وشغل مع المؤسسات المشهوره والانترناشونال زي الامم المتحده وزي اليونسكو كده يعني. طيب ايه اللي خلاكي من الاول خالص تفكري ان انت تعملي الجروب ده؟ الحقيقة هو خريجي مدارس الراهبات والرهبان بشكل عام بيبقى ليهم شخصية يعني بيتعلموها في المدارس المدرسة دي. اللغة مش ده الأساس، لأني المدارس دي في منها اللغة الأولى فيها فرنساوي، وفي منها إنجليش، وفي ألماني، وفي عربي وعادي جدا يعني، إنما هي تربية الراهبات، هو ده الغرض من التجمع. لأن التربية دي أولا المدارس دي أقدم مدرسة داخلة على 200 سنة. فالمدارس دي المفروض إن هي ماشية على خط واحد من يوم تأسيسها، وهو خدمة الإنسان، خدمة الإنسانية، تقبل الآخر واحترامه. فإحنا التام ده هوت أو الشكل ده اللي إحنا تعلمناه في المدارس دي من خلال التجمع ده هوت، احنا كنا عايزين ننشر اللي تعلمناه في المدرسة. فعشان كده هوت كان جت الفكرة ان كلنا نفس التربية. طب ايه نوع الاعمال اللي انتوا بتقوموا بيها على الجروب ده؟ هو ابتدى جروب كان في 2017، وبعدين بعد 3 سنين في 2020 اصبح مؤسسة خيرية غير هادفة للربح بتتبع وزارة التضامن الاجتماعي. فشغل كمؤسسة احنا بنعمل كل شغل المؤسسة. أوكي. يعني اي مؤسسة لها اعمال خيرية ده نفس اللي احنا بنعمله. ليها طبعا جانب اجتماعي، خدمة مجتمع، توصيل مياه شرب في الصعيد، يعني احنا اخترنا الصعيد بالذات عشان نوصل فيه مياه شرب، طبعا الاطعام طول السنة، بنشتغل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، فبنعمل دعم للاجئين اللي موجودين في مصر. في جانب بقى احنا مختصين بيه أكتر وهو التوعية.